أما الكوادر الإدارية في وزارة الصحة بمحافظة النجف فقد قاموا بوقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بحقوقهم باعتبار أن هذه الشريحة هي شريحة مهمة لا تختلف عن باقي الأقسام في وزارة الصحة. فنتابع من محافظة النجف. ربما أغلب اللي يتابع، أغلب الناس ما تعرف من هم الكوادر الإدارية. الكوادر الإدارية هم الكوادر اللي يعني أغلبيتها متعرضة للخطر. الكادر الإداري رجل الإسعاف، هذا الشخص اللي متعرض إلى الخطورة في لحظة من اللحظات. الشخص الفني اللي يعمل في مجال الكهرباء، موظف الخدمات اللي يعمل في النفايات وغيرها. رسالتنا أيضا إلى معالي وزير الصحة، اليوم دول أبنائك، هذه الشريحة المهمة تحملك رسالة. اليوم الكرة في ملعب مجلس وزراء، التقينا بعدد من المسؤولين، ذكرونا بأنه اليوم لا مجلس النواب معني، لا مجالس المحافظات معنية، لا المحافظين معنيين. المعني الأساس هو مجلس الوزراء. اليوم أنتم في مجلس الوزراء يجب أن تبرروا موقفكم، هل فعلا القرار يمكم؟ وذا القرار يمكم، شنو السبب اللي خلاكم لحد هذه اللحظة متأخرين لطرح هذه المطالب؟ اليوم مطلبنا هو عرضه في مجلس الوزراء. في لقائنا الأخير مع وكيل الوزير طلبنا من عدة مهلة لمدة 10 أيام، وهي آخر مهلة. احنا نطالب لأكثر من سنة بهذه الوقفات الاحتجاجية. في فصل الصيف درجة الحرارة تصل إلى 50، ونشوف هؤلاء هم أصحاب عوائل، كوادر صاحبة جهد، وتقدم تضحية من أجل هذه المؤسسة المهمة وهي وزارة الصحة.